انتم في البرلمان السابق كتبتوا توصيات من لجنة تقصي الحقائق في احداث سقوط الموصل، وقدمتوا توصيات كبيرة، ويعني حملتوا شخوص بعينهم مسؤولية ما جرى في نينوى. شعليها القوى السياسية، الكرة في جهتين، في ملعبين، ملعب الحكومة وملعب القضاء، القوى السياسية شعليها. من يتحكم بالحكومة؟ هو من يتحكم بالحكومة هي القوى السياسية. ومن يؤثر على القضاء؟ من يؤثر على القضاء أيضا الكتل السياسية. يعني كثير اليوم إذا مثلا إذا متهم رئيس كتل سياسي مؤثر في الشارع العراقي، يصدر عليه أمر قبض، تتوقع يتوقف مثل ما يتوقف في المواطن العادي اللي يصدر عليه أمر قبض، أو تحال أوراقه بنفس الزمن أو بنفس التاريخ اللي تحال أوراق المتهم العادي؟ لا دكتور، خلينا نتكلم بواقعية. اليوم تأثير الكتل السياسية واضح. يعني اليوم احنا عندما نتكلم ونقول هذا الكلام، لو أرادت الكتل السياسية فعلا أن تكشف الحقائق لكشفت الحقائق. ولذلك اليوم نتعامل وفق المزاجيات، أنا أتحدث عن السياسة، نتعامل وفق المزاجيات. من هي الكتلة الأكبر؟ نحن نحدد من هي الكتلة الأكبر. متى تعقد الجلسات؟ نحن نحدد متى تعقد الجلسات. عندما نحتاج أن نلتزم بالدستور نلتزم بالدستور، لأن هناك مصالح للكتل السياسية. عندما نحتاج أن لا نلتزم بالدستور لا نلتزم بالدستور، لأن هناك كتل سياسية لها مصالح بهذا الموضوع. أنا من أتكلم القضاء يحاكم على أساس أوراق تحقيقية، لا يستطيع أن يحاكم على الهواء، على كلام من عندي أو من عند الآخرين. لا، القضاء يحاكم المتهمين وفق أوراق تحقيقية، وفق دعاوى تقام ضد المتهمين. لكن اليوم الادعاء العام لو أراد في عام 2014 لحرك دعوة، ولا كان استدعوا كل اللي عليهم شبهات أو كانوا متسببين في عملية السقوط. البرلمان عندما شكل اللجنة، هذه اللجنة من اختصاصها أن تنطي توصيات، لكن مو من اختصاصها أن تحيل أشخاص مقصرين إلى المحاكم. القضاء ما يأخذ بالإفادات اللي حقق بها البرلمان، ممكن أن يستأنس بها. نعم، لا هو واضح بأن المقدمة هي عبارة عن توصيات.